فضيلة الشيخ رضي الله عنكم، فيه إنسان حافظ للقرآن وهو إنسان انعرج وعليه جهاز وكثير الحركة في جهازه مع المقام والقعود، هل تجوز زمامته عند الحاجة؟ نعم، يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن القيام والقعود والركوع والسجود، لأن صلاته تصح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه قاعدا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما سلم قالوا أخبرهم بأن الإمام يؤتم به، وقال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فالصواب أنه متى صحت صلاة الإنسان صحت إمامته عليه السلام. عرفت؟ نعم.